دايما تشعل اسلحه تهويه شامل لان غير موجود ولو موجود ولدت عام 1838 وعمرت أكثر من نصف عصر، واضطررت لترك بلاد الأفغان مضطربة تتلاعب بها الأهواء، وأكرهت على مبارحة الهند، وأجبرت على الابتعاد عن مصر، وإن شئت قل نفيت منها ومن الأستانة ومن أكثر عواصم الأرض. وإني أعتقد أن السجن بطلب الحق من الظالمين العتاة رياضة، والنفي ذلك السبيل سياحة، والقتل شهادة، وهي أسمى المراتب. ربيع العام 1871 حط جمال الدين الأفغاني رحاله في أرض مصر قادماً من الأستانة بعد أن ضاق أهلها به. كانت قدما الشيخ قد تعفرت من طول السفر عبر حواضر العالم الإسلامي من الهند إلى القاهرة في رحلة لا تتوقف، يحدوها أمل في أن يستعيد العالم الإسلامي مجده الآفل. الأفغاني واحد من الشخصيات القلقة في تاريخنا الحديث، يدعوه محبوه موقظ الشرق وباعث نهضته، فيما يتهمه بعض خصومه بالإلحاد والماسونية. لفظته كل حكومة وارتعد منه كل حاكم، واستقبله مشاهير زمانه. لم يكن الأفغاني شخصا عاديا، إنما منذ شبابه بدا عليه جانبان. أولا أنه برز في مجال السياسة بشكل واضح، وثانيا أنه كان يعني شخصية نابغة في المعرفة والعلم وفي قوة الفكر. حتى الإمام محمد عبده قال لما نزل مصر جمال الدين الأفغاني، قال سمعنا أن عالما عظيما من علماء الأفغان قد نزل مصر. جمال الدين الأفغاني كان مفكرا، شخصا مثقفا، هذا صحيح. يقال أنه تعلم العديد من اللغات، بل تعلم الفرنسية وذهب إلى باريس لتعلمها، لكن أنشطته السياسية إشكالية للغاية. هناك الكثير من الأنشطة التي لا يمكن التحدث عنها بطريقة إيجابية، والتقارير التي لدينا ليست في صالحه، لا يمكننا اتخاذ قرار نهائي بشأنه، لكن أنشطته السياسية تبدو غير مقبولة. في طفولته ارتحل الفتى الصغير ليتلقى تعليمه في طهران وقزوين ثم النجف، أهم حواضر العلم الشيعية. بعد إنهاء تعليمه التقليدي في النجف، رحل جمال الدين إلى الهند، حيث تعرف على العلوم الأوروبية وتعلم شيئاً منها، لكنه صدم بشدة بما رآه من السيطرة البريطانية على الهند وسياسات الاحتلال الشرسة. وكانت رحلته إلى الهند فرصة للتعرف على طبيعة الاستعمار وما فعله بهذه الشعوب. إذا خاطب الإنجليزي هندياً إنما يكلمه بالعصا، إذ لا يعدونه من فصيلة الإنسان. وإذا أراد حكام الإنجليز أن يجمعوا أعيان البلد لإلزامهم بأداء ضريبة جديدة، هيئوا مكاناً علياً لتوضع عليه كراسي السادات الإنجليز، ويجلس الهنود مفترشين منخفض الأرض إظهاراً للامتياز. وهكذا جعل الإنجليز أعزة الهنود أذلة بعد أن كانوا يسكنون القصور العالية، أصبحوا اليوم يأوون إلى أقفاص. العجب أنه قد اجتمع في نظرتي للإنجليز بعض المتناقضات. يعني هو يقول بعبارة واضحة الشعب الإنجليزي العظيم،
ويعني في نفس الوقت كان يعادي بريطانيا وإنجلترا معاداة في غاية الشدة، وهذا ملحوظ جدا. يعني جزء من شخصية أو من تكوين وزينات جمال الدين الأفغاني كراهية الإنجليز. إعجاب جمال الدين بالإنجليز هو إعجاب بالنموذج الذي طبقه الإنجليز، نموذج الدولة الملكية الدستورية، وكان يحلم بهذه المسألة، أن يعني ألا نلغي هذه الأنظمة القائمة الموروثة كالخلافة وغيرها، ولكن أن تتحول إلى أنظمة دستورية، يعني الشعوب تشارك في اختيار ممثليها، أن تكون الشعوب واعية ومشاركة في إدارة بلادها. أما الكراهية فهي أن الأفغاني حيثما ذهب اصطدم بالإنجليز. في أفغانستان الإنجليز مشكلة في محاولتهم غزو، في إيران لهم يد طولة في التدخل ومساندة الشاه واستبداد الشاه، في الهند طاردوه وطردوه أيضا، حيثما ذهب كان يصطدم بالإنجليز. فهذه الكراهية بسبب هذا الأسلوب الاستعماري الذي يعني اتبعوه. قام جمال الدين الأفغاني برحلة إلى مكة، ومر بالعديد من البلدان مثل إيران، وفي هذه الزيارة قابل والده وأقرباءه وطلبوا منه الاستقرار والكف عن الترحال، وكان رده: إني مثل الصقر طيار المسافات الطويلة، يرى فضاء الكون الشاسع يضيق عن طيرانه، فكيف تريدون إذن أن تقيدوا قدمي وتسجنوني في القفص الصغير؟ أنا مثل الصقر الملكي. عاد جمال الدين إلى بلاد الأفغان عام 1868، وانتظم في خدمة الأمير محمد أعظم خان ضد أخيه الذي سانده الإنجليز، وأصبحت لجمال الدين منزلة كبيرة في الدولة في بلاط أعظم خان. وما إن استولى أعظم خان على قندهار حتى زادت أنشطة جمال الدين، وفي تلك الفترة نرى الظهور الأول لاسم جمال الدين في الوثائق الإنجليزية الرومي، كما لقب نفسه في هذه المرحلة، حيث تصفه الوثائق البريطانية بأنه مستشار أجنبي لحاكم أفغانستان يقابله سراً، ينصح الأمير أعظم خان باتخاذ مسار عدائي ضد بريطانيا والتحالف مع روسيا، ويمنحه الأمير 200 روبية في الشهر إعالة أو ضيافة. لكن على إثر هزيمة أعظم خان ارتحل جمال الدين من أفغانستان خائفاً. فشل التجربة في أفغانستان جعله في أشد حالات شقاء الفكر وحزن القلب، وكتب ساعتها نصاً بالفارسية قال فيه: نفيت من المسجد ورفضت في المعبد. يحط الأفغاني رحاله أخيراً في الأستانة عاصمة الخلافة العثمانية، واستطاع أن يتصل برجال الأدب والعلم وأن يصل إلى الأمراء والوزراء، فعين خلال 6 أشهر من قدومه عضواً في مجلس المعارف برعاية الصدر الأعظم. قابل جمال الدين الأفغاني الكثير من الأشخاص، وتعرف على كثيرين في اسطنبول. وفي زمن الخليفة عبد العزيز ألقى خطاباً أثناء افتتاح جامعة اسطنبول، والتي كانت تسمى دار الفنون في ذلك الوقت، اشتهر أكثر بعد الخطاب. في الخطاب قال أن النبوة من الصناعات، مما أدى إلى رفضه من قبل الكثيرين، وكتبت في ذلك العديد من الردود. على إثر خطاب الأفغاني في دار الفنون أصدر شيخ الإسلام حسن فهمي أفندي قراراً بتكفيره وإبعاده عن اسطنبول، لينتهي الأمر بنفي جمال الدين عن الأستانة، ليتوجه بعدها في رحلته الشهيرة إلى مصر، وهي السنوات الأكثر نشاطاً في حياته. وصل الأفغاني إلى مصر في نهاية حكم الخديوي إسماعيل، نشر أفكاره الثائرة الحادة في الدين والاجتماع والسياسة بأسلوب جديد تنطلق منه الكلمة كالقنبلة تدوي وتنفجر. إني لا أعجب منك أيها الفلاح، تشق الأرض بفأسك باحثاً عن رزقك، لماذا لا تشق بهذه الفأس صدور ظالميك؟ لن تحيا مصر ولا الشرق بدوله وإماراته إلا إذا أتاح الله لكل منها رجلاً قوياً عادلاً يحكمه بأهله على غير تفرد بالقوة والسلطان. وحكم مصر بأهلها إنما أعني الاشتراك الأهلي بالحكم الدستوري الصحيح.
كانت مدرسة الأفغان في بيته وفي المقهى يقابل الطلبة والأعيان، وحولهم أباريق الشاي ودخان السجائر. واقترب منه في تلك الفترة الصحفي يعقوب صنوع والشيخ محمد عبد الشاب، وكذلك تعرف سعد زغلول عليه مخاطبا كل فئة بما يراه مناسب. يصرح تارات في دعوته للوقوف في وجه الاستبداد السياسي وإنهاء عصر الحكم المطلق، ويوارب في أخرى. واستطاع الأفغاني التأثير في الرأي العام عبر توجيه تلاميذه لفتح الجرائد مثل أديب إسحاق ويعقوب صنوع، وإلقائه المحاضرات العامة وتثوير المجتمع ضد الاستبداد. هبوا من غفلتكم، اصحوا من سكرتكم، انفضوا عنكم غبار الغباوة والخمول، عيشوا كباقي الأمم أحرارا سعداء، أو موتوا مأجورين شهداء. إيمانا منه بأهمية التحرك الجماعي في سبيل مقاومة الفساد السياسي، سلك الأفغاني كل طريق حتى انضم إلى محفل كوكب الشرق الماسوني الشهير في مصر. لكن نار الخلاف لم تلبث أن اشتعلت بعد أن اكتشف أن تلك الأندية لن تكون منبراً للناس كلهم، بل مغلقة لنخبة محدودة تحمي مصالحها الضيقة. جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده انضما إلى الماسونية ونشروا وثيقة تفيد بذلك، وهم أيضاً خرجا منها لاحقاً. لكن طبعاً في ذلك الوقت كان هناك الكثير من الأشخاص ضمن الماسونية مثل نامق كمال، فهو كان إسلامياً وماسونياً بنفس الوقت. اللافت أن المصادر الماسونية تمجد الأفغاني، حتى أن محمد أمين يوردغول يقول أنه دخل الماسونية عن طريق جمال الدين، وأنه هو الذي فتح لي الطريق وتوسط لي. انتماء الأفغاني إلى الماسونية من القضايا الشائكة في تاريخ هذا الرجل، ولكن ينبغي أن نعالج القضايا الشائكة بتحسب ونظر دقيق. أخطر ما يحدث في هذه القضية وإسقاط أوضاع زمن على أوضاع زمن آخر. نحن الآن عندنا معلومات كثيرة عن الماسونية، الناس يعني طلعوا على أشياء وحقائق وتطورات هذه الجمعية السرية المشهورة العالمية. فهل كانت نفس الصورة في زمن الأفغاني؟ هذا الإسقاط يؤدي إلى حكم فيه نوع من الجور. أنا أتصور أن جمال الدين الأفغاني كان ينظر إلى هذه الجمعية باعتبارها أداة من أدوات مشروعه السياسي. كانت فترة تموج بالغليان السياسي، حيث خلع السلطان العثماني عبد العزيز عام 1876، وخسرت الدولة العثمانية بعض أراضيها، وخاضت الحرب التركية الروسية، وأجبر الوضع المالي للخديوي على القبول بتدخل خارجي لمراقبة الاقتصاد المصري. كل ذلك جعل المزاج العام في مصر يظهر تذمراً شديداً، حيث عارضوا السطوة الإنجليزية على البلاد وسياسة الخديوي توفيق. وفي صدارة المعترضين كان جمال الدين الأفغاني ليأمر الخديوي بطرد جمال وبدون سابق إنذار. كلما طلبت تسفيري إلى الأستانة أو إلى باريس أو إلى الحجاز أصر على إرسالي إلى جهنم. طلبت من ذلك اللئيم أن يمهلني يومين وأنا في الضبطية حتى أعد للسفر وأبيع ما أملكه مما لا ينقل، وبقيت يومين محبوسا، لا قدموا لي الطعام ولا تركوني حتى أجلب من السوق. والثورة العرابية كانت قصاصا إلهيا على المصيبة التي أصابتني من الحكومة المصرية. جمال الدين الأفغاني لم يخرج من مصر مختاراً ولا مكرماً، وسبب في ذلك هو أن الخديوي توفيق كان صديقاً له، وكان يعني قريباً جداً منه، وكان متأثراً بأفكاره وفلسفته ورؤيته للدولة. ولكن بعد أن تولى توفيق، وكان الأفغاني أحد من أدوا إلى توليه السلطة، بدأ الناس يعني يغيرون قلب الخديوي توفيق على جمال الدين الأفغاني ويخوفونه منه، يخوفونه من أفكاره وآرائه. هو يريد أن يقول له هكذا، يريد أن يسلبك سلطتك، يريد أن يكون هناك مجالس
في يدها السلطة وأنت مجرد ديكور أو شكل مكمل للهيئة السياسية للدولة. وخاصة المندوب البريطاني وكان من أشد الناس يعني وسوسة لخديوي توفيق. بدأت الأسئلة تحوم حول ذلك الزائر الثائر والمفكر المتنور عن تاريخه وأصوله. فالشاب الذي قدم مصر في الثلاثينيات من عمره كان كالصندوق الأسود مثقلاً بالأسرار. الأفغاني كان يستعمل في انتقالاته أسماء متعددة، الإسطنبولي مثلاً، جمال الدين الأفغاني، جمال الدين الفارسي وغير ذلك. ربما يكون في ذلك شيء من الخفاء، وربما يكون مما ورث من انتساب الإنسان إلى مكان مولده ومكان إقامته ومكان انتقالاته، يحدث هذا. لكن ما أظن أن ذلك كان نوعاً من المؤامرة. يعني لا ينبغي أن نرتب على هذه المسألة أنه كان متآمراً ويدبر شيئاً خفياً. جمال الدين الأفغاني، هناك الكثير من الجدل حول أصل جمال الدين الأفغاني. فهو يقول عن نفسه أنه من أفغانستان، من مدينة أسعد آباد، لكن عند موت شاه إيران ناصر الدين ظهر كلام آخر. هناك تقارير ومطالب بهذا الموضوع، وتذكر هذه التقارير أنه ليس من أسعد آباد الأفغانية بل من أسد آباد الإيرانية. لاحقاً قام لطف الله الذي يقول أنه ابن أخيه وأنه من إيران من أسد آباد بتأليف كتاب عن جمال الدين. لهذا كان هناك جدل حول ما إن كان أفغانياً أو إيرانياً. لا يستطيع أحد الباحثين يقول أنا قطعت قطعاً نهائياً أن هذا الرجل إيراني أو أن هذا الرجل أفغاني. الرجل يعني كان ينظر إلى نفسه بنظرة مختلفة، وهو أنه فوق الانتماء المذهبي، بمعنى أنه ينتمي للملة عموماً ولكن لا يصنف نفسه منتمياً إلى مذهب. أنا يهيأ لي أن هذه المسألة حاضرة في نفس الأفغاني. وعلمت لو أذهب إلى بلدي وفي القلب نار مما أصابني، لن أجد بين أهلي من يئن علي ويأسف لي، لأن المسلمين لا يستعظمون الظلم ولا يرون العسف شنيعا. فعزمت أن أذهب وإن كنت صفر اليدين خالي الراحتين إلى بلاد فيها عقول صافية وقلوب شفيقة، حتى أقص عليهم ما يجري على ابن آدم في المشرق، وأخمد النار الملتهبة في قلبي من هذه البلايا. وهذا هو سبب ذهابي إلى بلاد الإفرنج. بعد طرد الأفغاني من مصر عاد للترحال مجدداً، أمضى في الهند سنة، ثم سافر مرة أخرى إلى باريس عاصمة فرنسا. ومن هناك أخذ جمال الدين ينشط من جديد، معارضاً تدخل الدول الاستعمارية في شؤون الدول المسلمة وبالأخص في الهند ومصر. وكشف تقرير سري طلب الخارجية البريطانية من سفيرها سؤال الشرطة الفرنسية عن الأفغاني، وردت الشرطة الفرنسية بأنه رجل على درجة عالية من الثقافة ولا يثير مسلكه المعتاد ولا أخلاقياته أي ملاحظة سلبية. في كل عصر تصدر أفعال كبار عن شخص مثلي يتجول مرتدياً خشن الثياب، وقد خبر شدة البرد ولفحة القيد ومر الحياة وحلوها، وعبر الجبال والفيافي وتمرس بمعرفة أحوال البشر. أما أهل الترف فلا يتحملون هذه الصعاب، وأنا على استعداد لأضحي بحياتي لصالح ملة الإسلام. أخذ الأفغاني على عاتقه مهمة الترويج للجامعة الإسلامية، الفكرة التي لاقت صداً عند المسلمين وقبولاً عند السلطان عبد الحميد الثاني، وأصدر مجلة العروة الوثقى مع الشيخ محمد عبده التي بث فيها روحه وفكره ليخاطب العالم الإسلامي وأولاها كل جهده واهتمامه. لكن العروة الوثقى منعت من الدخول إلى مصر والهند وتوقفت عن الصدور بعد 18 عدداً. في باريس التقى الأفغاني مع الروائي الفرنسي فيكتور هوغو، ودخل في سجال مع الفيلسوف إرنست رينان،
ساهم خطاب الأفغاني التائه ما بين العروة الوثقى والصحافة الأوروبية في خلق صورتين متباينتين عن الأفغاني في العالم العربي والإسلامي، فهو تارة عالم دين مصلح وتارة أخرى فيلسوف متنور. رينان لما كتب في الصحف الفرنسية ومال على الإسلام وتعرض له بالهجوم، رد عليه جمال الدين الأفغاني. فالمقال الفرنسي الموجود إلى الآن كما ترجم وكما تكلم عنه بعض الباحثين كالدكتور عبد الرحمن بدوي، قالوا بأنه يحتوي على انتقاص حقيقي للإسلام، فهو يقول إن الأديان كلها معوقة للتقدم. هذا المقال استنتج بعض الباحثين من هذا أن الأفغاني كان يخفي إلحادا في داخله، ولكن هذه القضية في نظري أن الأفغاني ما كان يعرف اللغة الفرنسية فلم يكتب بنفسه. لم يبقى الأفغاني في باريس كثيراً، فبعد 3 سنوات من الإقامة فيها شد رحاله للعودة إلى مسقط رأسه في إيران. وهناك وجد جمال الدين نفسه بمواجهة المصالح البريطانية مرة أخرى في تجربة مشابهة لوضع مصر. وعاد الشاه الإيراني جمال الدين بمنحه الوزارة وصلاحيات واسعة لإحداث التغيير المنشود. شاه إيران كان يؤمن بأن الأفغاني رجل مؤثر ويريد أن يوظفه في تحقيق نوع من التعادل ما بين رجال الحوزة ورجال الدين الإيرانيين وبين جمال الدين، يعني كان يريد عمل نوع من التوازن في هذه البيئة، فكان يريد يستخدمه. والجمال الدين الأفغاني في المقابل كان يريد استخدام الشاه في صناعة نموذج سياسي جديد في العالم الإسلامي. القضية التي كانت مرافقة له باستمرار هو صناعة النموذج السياسي الحديث الذي يتكئ على رؤية إسلامية. لكن جمال الدين كان يرى في النفوذ الإنجليزي خطراً داهماً على إيران، فسافر إلى روسيا وحاول مد جسور العلاقة بين الشاه والقيصر. مع عودته إلى إيران رأى الأفغاني أن الشاه قد انحاز للمصالح الإنجليزية، ما اعتبره الأفغاني خيانة للبلاد. غضب الشاه من جمال الدين لكنه لم يستطع اعتقاله خوفاً من إثارة الناس ضده، فطرده من إيران في شتاء عام 1891 القارصة ونكل به، ليستقر المقام بالأفغاني في الأستانة مجدداً بعد غياب 20 عاماً دار فيها بلدان العالم المختلفة. التقى الأفغاني بالسلطان عبد الحميد ونشأت بينهما علاقة مترددة، فالسلطان كان ينظر إلى الأفغاني بعين الريبة والشك. أما السلطان عبد الحميد فكان سيء الظن، لا يأمن أحداً ويسيء الظن في كل أحد، فقال لي: يا حضرة السيد، هل اجتمعتم بإسماعيل كمال بيك في هذه الأيام؟ أجبت: يا مولاي، إني أسخر ضميري لجد العرب النبي إسماعيل، فما أبعد إسماعيل كمال أن يسخرني أو أن أسخر له. جمال الدين الأفغاني جذب جمال الدين الأفغاني انتباه السلطان عبد الحميد بسبب نشاطاته ضد الإنجليز بالهند، لكن في ذلك الوقت تم تقديم تقارير للسلطان عبد الحميد ضد جمال الدين الأفغاني، ولم يكن أبو الهدى فقط من يكتبها، فلدى السلطان عبد الحميد جواسيس مخفيون في كل مكان. هذه التقارير غيرت نظرة السلطان عبد الحميد لجمال. بعد تغيير نظرة السلطان استدعاه إلى اسطنبول واشترى له قصراً ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ولم يسمح له بالخروج حتى وفاته. النار المشتعلة في قلب الأفغاني نزيل الإقامة الجبرية أججت غضبه على الشاه، فلم يغفر له أبداً ما فعله به. لم تتوقف رسائله الموجهة نحو كبار الشخصيات والعلماء في قم لتحريض الناس على الثورة ضد الشاه الإيراني، والذي لم يلبث طويلاً حتى ثارت ضده حركة تمرد أخمدها بالقوة عرفت بثورة التمباك.
في عام 1896 اغتيل شاه إيران خصم الأفغاني اللدود على يد رجل مقرب من الأفغاني، قتله وهو يقول له خذها من يد جمال الدين الأفغاني. مسألة الاغتيال السياسي حاضرة في حياة الأفغاني في حالتين. الحالة الأولى هي موضوع الخديوي إسماعيل، الحالة الثانية هي تنفيذ فعلي لاغتيال ناصر الدين شاه إيران. أما الخديوي إسماعيل فالذي ورد هو ما حكاه محمد عبده، أن الأفغاني حدثه في مرة أننا يمكن أن نغتال الخديوي، لكن كانت مجرد فكرة لم تنفذ كما يذكر محمد عبده نفسه. أما في موضوع شاه إيران فجمال الدين تمنى أن يقتل الشاه وعبر بذلك بقوة وبصراحة، فقيل له شاه إيران يريد كذا وكذا، فقال أنا لا أريد إلا أن أراه في القبر. طلب الإيرانيون من السلطان عبد الحميد تسليم الأفغاني لكنه رفض، إلا أن الوفاة المفاجئة للأفغاني بعد فترة قصيرة من ذلك الطلب أثارت شكوك حول حقيقة ما حدث، حتى أن الاتهامات طالت السلطان عبد الحميد نفسه. لا توجد هناك أي مستندات أو وثائق تشير إلى قتله، يقال أنه تم تسميمه، لكن السم لا يسبب سرطان الفك، الأشياء التي تحصل بالتسمم تكون بالمعدة أو بالأعضاء الداخلية، لكن لا يوجد أي مشكلة في أعضائه الداخلية. مهما قلنا في الأفغاني وحياته والمسائل المختلف عليها في شأنه، فإن هذا لا ينبغي أن يثير الغبار على أفكاره. هذا الرجل ركز على كبرى أو كبريات الأفكار التي في واقعنا الإسلامي الحديث والمعاصر، أول هذه القضايا الإصلاح، كيف يمكن أن نؤهل الأمة حضاريا لكي تستعيد أو يعني نعيد تشغيلها من جديد حضاريا. المسألة الثانية، كيف يمكن أن نكسر شوكة الاستبداد في هذه الأوطان ونعيد العدالة إلى بلادنا. الأمر الثالث، كيف نقضي على مسألة الاستتباع أو التبعية للأجنبي. هذه كبرى قضايانا المعاصرة، وهي الشاغل الأكبر في داخل فكر جمال الدين الأفغاني. أيها الدرويش الفاني، مما تخشى؟ اذهب وشأنك، ولا تخف من السلطان، ولا تخشى الشيطان، إنه سيان عندي طال العمر أو قصر، فإن هدفي أن أبلغ الغاية، وحينئذ أقول فزت ورب الكعبة. Yeah.